الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، خلق الله تعالى البشر على فطرة سوية، وأنزل شريعة موافقة لهذه الفطرة، فمصدر الفطرة والشريعة واحد، والخروج عن الشريعة معارض للفطرة. ولذا أمر الله تعالى بإقامة الدين الموافق للفطرة، لتسعد البشرية وتنتظم مصالحها وتصلح أحوالها ولا يختل نظامها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. رواه مسلم. ولما كان الله تعالى هو خالق البشر، فهو سبحانه أعلم بما يصلحهم ويفسدهم، والله يعلم المفسد من المصلح. فأباح لهم كل نافع طيب، وحرم عليهم كل ضار خبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكان ذلك موافقا للفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. فكل ما خالف الفطرة السوية نهى الله تعالى عنه وحرمه، كما حرم شرب النجاسات وأكلها لأنه مخالف للفطرة، وأمر بالاستنجاء وإزالة النجاسة لأن بقاءها في السبيلين مخالف للفطرة. وأثنى الله تعالى على أهل قباء لأنهم يتطهرون من النجاسات، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وقص الشارب. رواه الشيخان. والمتأمل في جميعها يجد أن سبب ذلك النظافة والطهارة، لئلا يجتمع القذر حولها أو فيها. وإذ تقرر أن الإسلام دين الفطرة، وأن الفطرة السوية تأبى كل خبيث وقذر، فإن مما يخالف الشريعة الربانية ويعارض الفطرة السوية فاحشة قوم لوط عليه السلام، فإنها من أبشع الأعمال التي تدل على انتكاس الفطرة ومخالفة الشريعة.
ولذا بعث الله تعالى لوطا عليه السلام في قومه ليدعوهم إلى التوحيد والتطهر من رجس الفاحشة وينهاهم عن الشرك والفواحش، فلما لم ينتهوا عذبوا وأهلكوا وكان عذابهم شديدا لم يعذب به غيرهم وكانت نهايتهم أليمة، إذ قلب الله تعالى ديارهم عليهم جزاء لانقلابهم على الفطرة السوية والشريعة الربانية واشتهاء الذكران دون الإناث. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال الوليد بن عبد الملك: لولا أن الله ذكر قوم لوط في القرآن ما ظننت أن أحدا يفعل هذا. لقد وصف الممارسون لهذه الفاحشة بأوصاف كثيرة تنفر منها ومن أهلها، فوصفوا بالإسراف وهو مجاوزة الحد، لأنهم جاوزوا ما أحل لهم من النساء إلى اشتهاء الرجال. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. ووصفوا بالعدوان لأنهم تعدوا ما أحل لهم من الإناث إلى ما حرم عليهم من الذكور. فقال لهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. ووصفوا بالجهل إذ لا يقدم على هذه الفاحشة إلا من جهل مقدار نفسه وتكريم الله له سبحانه وتعالى وجهل قبح ما يأتي، وإلا فمن كرامة الإنسان لنفسه أن يصونها عن الفواحش كلها، فكيف يأتي أشنعها وأقبحها وأقذرها وأشدها مخالفة للفطرة السوية. ولوطاً إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ووصفوا بالمفسدين، والفساد ضد الصلاح، ومن شأن الفساد إذا انتشر أن تستنزل به العقوبات والعياذ بالله. قال: رب انصرني على القوم المفسدين. ووصفوا بالظالمين والظلم، وضع الشيء في غير موضعه، وهم وضعوا شهواتهم في غير موضعها. إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ووصف فعلهم بالفاحشة، وهي كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ووصف فعلهم بالمنكر، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر. ووصفت أفعالهم بالسيئات، وهي فعل القبائح، لأن السيئة هي الفعل القبيح. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ووصفت أفعالهم بالخبائث، لأنها خلاف الطبائع والشرائع. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يبتلي الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا غيرهم، وجمع عليهم من أنواع العقوبات بين الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم
ورجمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالاً لم ينكله أمة سواهم. ولذلك لعظم مفسدتي ولذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها، فيصيبهم معهم، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى، وتكاد الجبال تزول عن أماكنها. انتهى كلامه رحمه الله. نعوذ بالله تعالى من الخبث والخبائث ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله تعالى السلامة لنا وذرياتنا وأحبابنا المسلمين. إن ممن انتشر ومن الأسماء التي سميت بها هذه الفاحشة هي اللواط، واللواط نسبة إلى نبي من أنبياء الله، فلا ينبغي التسمية بهذه التسمية اللواط أو اللوطي أو غير ذلك. ثم بعدها في العصور المتأخرة سمي هؤلاء القوم بالشواذ. الشواذ هم الذين تخلوا عن الجماعة واتبعوا الشاذ أو مالوا عن الجماعة وعن الحق، هؤلاء يسمون بالشواذ الذين مالوا عن الجماعة وتخلفوا عن الجماعة. ثم في عصرنا هذا لم يعجبهم هذا الاسم بالشاذ ليصبح لهم مباحا، فسميوا بالمثليين أو المثليين، وهو أن يأتي الرجل مثلي أو المرأة لمرأة مثلها، والعياذ بالله. في الآونة الأخيرة كل ذلك ليستبيحوا ويجعلوا هذه الفاحشة شيئا عاديا في أعين الناس، وأنها ليست شيء عظيم. لذلك القرآن لم يسمها إلا بفاحشة، الله سبحانه وتعالى سماها بفاحشة. وإذا سميت بفاحشة كما في القرآن فإن النفس تستنكرها، بعكس من يسمون شاذ أو مثلي أو غير ذلك. فلذلك لابد أن نسميها بما سماها الله به، ونقول إنها فاحشة كي حتى ذرياتنا يعلمون أن هذا فعل قبيح وهذه فاحشة لا تنبغي، والعياذ بالله. وأقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة، لأهمية التحذير من فاحشة قوم لوط عليه السلام، فإن الله تعالى كرر على قراء القرآن قصة قوم لوط مع الممارسين، قصة لوط مع الممارسين لهذه الفاحشة في 8 سور. الله سبحانه وتعالى كرر قصة قوم لوط في 8 سور، وهي الأعراف وهود والحجر والشعراء والنمل والعنكبوت والصافات والقمر، وأشار إليها في سور الحج وصاد وقاف والتحريم. وكل الأوصاف المنفرة من فاحشة قوم لوط يجب أن تكون زاجرة عن هذه الفاحشة الشنيعة والفاحشة القذرة
وهي من أوصاف وهي أوصاف مذكورة في القرآن الكريم، وصف الله تعالى بها قوم لوط عليه السلام. ولولا أهمية التحذير من هذه الفاحشة النكراء لما كررت في القرآن الكريم على هذا النحو وبأساليب منوعة وفي سور عدة، وهذا والله من الإعجاز العظيم في القرآن الكريم ومن حفظ الله تعالى لقراء القرآن. فمن كان يظن أنه بعد تنزل القرآن فمن كان يظن أنه بعد تنزل القرآن ب14 قرناً ونصف تنتشر هذه الفاحشة في البشر ويسوق لها في الإعلام العالمي وتصنع لترويجها وتسويغها مسلسلات وأفلام، وتفرض على العالم عبر المنظمات الدولية، وتؤسس جمعيات لأصحاب هذه الفاحشة، وتسن قوانين وضعية لحماية الجدد من قوم لوط، وتنحى الشرائع الربانية، وتدنس الفطر السوية، وتصادر حرية مليارات من البشر الأسوياء الكارهين لفاحشة قوم لوط. لأجل من؟ لأجل أقلية من أرباب الفواحش والمنكرات. فيعلم قراء القرآن وأهله أن ذكر فاحشة قوم لوط وتكريرها في القرآن كان لحكم عظيمة تظهر بعد قرون من تنزل القرآن، ليكون القرآن حامياً لقرائه من الانزلاق في مستنقع فواحش قوم لوط عليه السلام. ولن يستطيع دعاة هذه الفاحشة القذرة أن يسوقوا لها في أوساط المؤمنين ما داموا يقرؤون القرآن ويتدبرون ويعملون به. وسيحفظ أولاد المسلمين من هذه الفاحشة البغيضة ما دام آباؤهم وأمهاتهم يقرئونهم القرآن ويربونهم على آياته، والقرآن محفوظ. لن يستطيع دعاة الفاحشة أن يحذفوا شيئاً منه ولا أن يبدلوا غيره به. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فربوا أولادكم على القرآن وحفظوهم إياه وعلموهم معانيه ودربوهم على العمل به. يحفظ من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم الله بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا في يومنا هذا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظنا من الفواحش، اللهم احفظنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا مطهرين، اللهم اجعلنا مطهرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.